قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنظيم قوافل تابعة لجمعية رسالة في مركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، وقامت القوافل بتوزيع أجهزة كهربائية على الأسر الأكثر احتياجاً إضافة للعديد من الخدمات الأخرى. الايفنت بتاعنا النهارده هو بمشاركه اكتر من 80 متطوع تحت مظله التحالف الوطني. عندنا النهارده كذا نشاط، زي نشاط العيني ده توزيع اجهزه عرايس، معانا تقريبا في حدود 11 اسره. ال 11 اسره احنا بنساعدهم بحاجات مختلفه، زي توزيع مثلا غسالات، اربع غسالات، اربع ثلاجات، وعندنا كمان اربع سراير، وعندنا سبع سراير وسبع مراتب. كمان احنا عندنا فرز الملابس. فرز الملابس دوت هو عباره عن الملابس اللي بتجي لنا تبرع خلال السنه، احنا بنقسمها لكذا كاتيجوري. مثلا عندنا ملابس خاصه بالسيدات، ملابس خاصه بالرجال، ملابس خاصه بالاطفال، وفي ملابس بتكون هي الملابس اللي ما ينفعش نحن اصلا نقدمها للاسره، فدي من تعتبر تالف، وفي ملابس ثانيه هي دي ملابس بتبقى مميزه لتأهلتها جيده جدا. وفي الاخر بنعمل معرض كبير، ده بيكون قبل العيد، والمعرض دوت بيكون فيه الاطفال والنساء بيجوا وبيختاروا اللبس بتاعهم. تمام كده. كمان النهارده احنا عندنا اربع اسر، عندنا اربع اسقف ان شاء الله هيتعملوا، وعندنا برضو وصلات ميه بس في قريه مختلفه عن القريه اللي هنا، بعيده شويه، ودي بنشارك فيها باكتر من وصله ميه، يعني كله قائم بمجهودات الشباب. تمام. النهارده نازلين قريه الحوامديه، نازلين نعمل كذا حاجه النهارده، زي توزيع اجهزه عينيه زي ما انتم شايفين. عندنا 11 اسره، وزع سبع سراير، ست مراتب، أربع بوتاجازات، أربع غسالات، وعندنا عروسة إن شاء الله منزل لها غسالة. عندنا إن شاء الله برضو أربع أسقف لأسرتين هيتم تركيبهم. عندنا برضو في بنعمل حفلات لأطفال القرية هنا، بنعمل لهم فقرات تنمي مهاراتهم شوية، عاملين لهم جلسات النهاردة يتفرجوا على الحاجات بالفي آر أول مرة يجربوها. عندنا برضو فرز ملابس، عندنا أكتر من 400 قطعة ملابس هيتم فرزها النهاردة، تتقسم لرجالي وحريمي وأطفالي، وطبعا بالاشتراك والتعاون مع التحالف الوطني للتنمية المستدامة. طبعا هم على طول بيساعدونا دايما، شهريا كمان. فإن شاء الله النهاردة يعني زي ما انتوا هتشوفوا هيتم تحريك دلوقتي العربيات عشان تروح للمستفيدين، هم هيبقوا في مكان تاني برضو في منطقتين إن شاء الله، المرازيق وعرب. النهاردة عندنا في النشاط بتاعنا حاجة اسمها لجنة، من ضمن اللجان اسمها لجنة عيني. العيني دي احنا النهاردة هدفنا ان احنا ننزل نساعد أسر، الأسر دي هنساعدها بأجهزة. المستفيدين معانا النهاردة 11 أسرة منهم عروسة. إن شاء الله هنوزع سبع سراير وسبع مراتب، وهنوزع كمان أربع بوتاجازات وأربع غسالات، ومنهم كمان بوتاجاز عروسة. إحنا بعد كمان بنوزع الأجهزة، بيكون بعديها بشهر كمان بننزل نراقب على الأجهزة دي، نشوف الأجهزة استخدمت ولا لأ، ولو في أي مشكلة في الجهاز بنرجع نتكلم تاني مع المندوبين إن هم يشوفوا الجهاز ده فيه مشكلة ونرجع نشوفه للأسرة، ولا الأسرة بتستخدم الجهاز بشكل كويس خلاص، فده يعني حق المتبرعين بالنسبة لنا إحنا نوزع عليهم وبس كده.